مرحبا بكم. اليوم ناخذ دالة نوعا ما مهمة. هذه الدالة اللي هي التايم بروجرامر في ال FBD. اذا تنزل هذه الدالة اذا الفيلد اللي برمجتها هنا التايم بروجرامر وظيفتها انه تبرمج لك التوقيت. اغلب شيء تستخدم في الهوم اوتوميشن او اذا عندك فد موقع معين تريد تتحكم بالإنارة مالته بتوقيت الإنارة مالته أو توقيت يعني عمل موظفين حتى يسوي شوت داون للغرف مالتهم أو ما إلى ذلك. فهذا جدا مناسب لك، تقدر تستخدم أكثر من واحد. راح أشرح لك كيف تستخدمه. تفتح هذه البلوك دبل كليك، ومثل ما تشوف أنه هنا ما متفعل عندك أي شيء بسبب أنه انت ما ضايف اي سايكل هنا. فحتى تضيف سايكل جديدة تضغط على نيو، راح تنضاف عندك سايكل جديدة. فرضا اني اريد في الساعة 6 صباحا اسوي تشغيل للانارة. اوكي، ففي 6 صباحا راح يصير عندي تشغيل لانارة معينة. هذه الانارة اخذت الرقم 00، اوكي، اللي هو اذا تروح للسمري راح تلقى 00، سوي لي اون يوميا في السادس صباحا. زين، هنا اذا تريد تطفيها في ايام الاسبوع انا راح اخليها مشتغله دائما، لان هذا راح تكون اناره ليليه. اوكي، فبما انه اناره ليليه اذا في السادس صباحا لازم تنطفي. اوكي، او راح اضغط نيو مرة اخرى واكتب السادسة مساء 18، راح تشتغل. اوكي، فصار عندنا اطفاء في السادسة صباحا، وتشغيل شوكت راح يكون في السادسة مساء في كل يوم. زين، هاي فرضا هذا كمثال بسيط على الانارة. زين، اني اريد اخذ فلتشي بتعقيد اكثر، راح اضغط على نيو، راح اضيف بروجرس جديد. قلت لك انت تقدر تسوي عدة تايمرات وتقسمهم الى البرنامج مالتك. يعني هسه هذا اني راح اوصله للانارة مالتي، وهذا يعني راح بالسادسة مساء راح يفعل لي الانارة مع الموقع المعين ويطفي ليها في السادسة صباحا بدون ان يتدخل اي شخص بيها. زين، بعد شنو تقدر تضيف بيه؟ اذا هسه شوف ايش عندنا هنا، احنا مع الاسف ما ضغطنا اوكي نيو، ف مساء شغلها نيو السادسة صباحا طفيها. اوكي، هسه سمري. اوكي، عندي تشغيل وعندي اطفاء في الصبح. اوكي، ناخذ شيء جديد نيو، نخلي بي مزيد من التعقيد. تقدر تخلي يعني فد غرفة او شيء، اخلي ليه فرضا نهاية عمل الدوام او بداية العمل في الثامنة صباحا. سوي لي اون للغرف. اوكي، و مو اسبوعي، يعني ايام فرضا الايام الجمعة والسبت اللي هم عطلة، هذا الشيء لا تفعله. اوكي، فهنا بثمانية الصبح راح يفعل لك بثمانية الصبح راح يفعل لك، لا تكبر هذا الشيء. اوكي، بثمانية الصبح راح يفعل لك الباور للغرف، سواء كان تتحكم بيت معين او تتحكم فيلد معين، وما عدا الجمعة والسبت ما راح يسوي لك تفعيل لهم لانه ما حد مداوم. زين، تضغط نيو ثانية في الثانية في الثنتين. اوكي، بالثنتين سوي لي اوف لهذول الغرف ايضا ما عدا الفرايداي اند ساتردي. اوكي،
بثنتين راح يسوي لي اطفاء، حتى لو الموظف نسى يطفي غرفته هذا راح يسوي لك شت داون للغرف. اوكي قلت لك هنا ممكن نضيفهم في تايمر اخر يعني، اوكي يعني هذا تخلي تحكم بالغرف، تخلي له الشروط الخاصة بي. انا جاي اضيفهم تايمر واحد حتى لا ناخذ وقت كثير. المهم بعد شنو عندك؟ تقدر مثلا تسوي فد إعاز سنوي، إعاز شهري، إعاز يومي إذا تحب تسوي هيك شيء. فرضا في الساعة 1 الظهر، أوكي كتوقيت سنوي، كل سنة تريد يصير هذا الشيء، أو ليش نخليها ب 12 بالليل. اوكي اوكي صفر يعتبر 24 زين. هنا بشهر 12 باخر يوم، اوكي شنو تسوي لي في اخر يوم؟ انت المفروض انه تسوي لي فد اوتبوت معين، فد احتفالية للموظفين، اوكي فبالتالي يعرفون بانه دارت السنة، يعني فد مبين خاص، فد شي خاص، يعني انا اريد ابين لك الامكانيات هذه البلوك. بعد شنو عندك؟ شهري، تقدر شهريا في يوم من الايام في اول يوم بالشهر يطلع لك فد انديكيتر بانه هذا اول يوم بالشهر، او في اول يوم بالشهر تقدر تسوي لك فد فعاليه معينه. واذا تختار ديت في كذا سنه 2022 بكذا شهر بكذا يوم سوي لي فد اكشن معين. زين هذا كل التحكم اللي تقدر تسوي، طبعا مع مراعاه انه في هنا في البروجرام بروبرتيز في الديت فورمات تقدر تختار انت شنو التاريخ اللي يستخدموه ببلدك. اكو تواريخ تشوف الشهر في المنتصف يكتبوه، اكو الشهر في بداية التاريخ يكتبوه واليوم في المنتصف، واكو بعض الدول بيها توقيت صيفي وتوقيت شتوي، فتقدر انت تختار حسب بلد اللي تعيش بي وتختار شو تغير لك بالسمر تايم هنا على اليسار وشو تغير لك في الوينتر تايم. بالسمر تايم يغير لك في فلان شهر حسب عمل دولتك انت شو كنت تتغير، و اول ساندي، ثاني ساندي، ثالث ساندي، او اخر ساندي، وبيا شهر انت يتغير الى وينتر تايم وتنطي اوكي حتى لا يختلف عندك التوقيت، وبالتالي يراد تبرمج من جديد هذه الساعات اللي سويتها. فسيت الديت اند تايم ل البرنامج مالتك البي ال سي مالتك حتى ما يصير عندك اختلاف في هذه الدوال اذا استخدمتها كذا الدوال، واذا ما استخدمت الدوال التايم مو شرط تضبط التايم للبي ال سي. اوكي لحد هنا اشكر متابعتكم.